وسهلا فيكم من جديد اصدقائي، معكم مدام غنى من قناه غنى ريبون ارت عن فن التطييز بالشرائط. اليوم ان شاء الله معكم لتلوين هاي الورده، ورد الجوري البلدي بالوان الاكريليك. حنلونها لون طبيعي ان شاء الله، تطلع معنا ورده طبيعيه بتعطي جمال كثير حلو. قبل ما نبدا بالتلوين بنعلمكم طريقه تلوين الورد. أصدقائي ما تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط جرس الإشعار ليصلكم كل جديد من قناتنا، وما تنسوا ضغط زر الإعجاب بالفيديوهات ومشاركة الفيديوهات وتحطوا تعليقكم الحلو وملاحظاتكم استفساراتكم وطلباتكم بتعليقات في أسفل الفيديو. إن شاء الله هلا هيك نبدأ بتلوين الوردة. أول شيء حنبخ الوردة مي، طبعا شيء بسيط لازم نبللها كرمال سهولة اللون يمشي معنا بطراوة وسهولة على القماش. طبعا صبايا بدي نبهكم انه انا قبل هذا الفيديو صورت فيديو طريقة مصانعة هاي الوردة، طبعا حنزل اول شيء طريقة تلوين الوردة بعدها طريقة مصانعتها. تنزيل او تحميل طريقة مصانعة الوردة بتتوقف عليكم انتو، مشاركتكم وتفاعلكم بهذا الفيديو هو اللي بيعطي انه ننزل فيديو مصانعتها او لا. طبعا لازم التفاعل، لازم المشاركة، ولازم الاشتراك بالقناة كرمال اصدقائي توصل هالافكار ويوصل هذا العلم لاكبر عدد من الناس. هلا انا هستخدم اربع الوان، عندي اللون الاورانج مع لون الاصفر مع لون الاحمر. هستخدم تدرجات الاورانج، استخدمت اللون الاحمر كرمال استخدم الاورانج الناري او اللون الناري. تمام، هلا بداية انا بدي لون. طبعا المياسم هنلونهم على لون اصفر. اول شيء هنلون الاطراف الورقه. ما تنسوا مثل ما خبرتكم اصدقائي انه لازم تبلوا كرمال، نحن نمدد اللون لازم نبلل الريشه كرمال اللون ينزل على اطراف الورقه. هنستخدم شوي اللون الاحمر مع الاورانج يعطي شوي غنائية حتى يعطيهم النار اكثر. انا بدي احاول انه يكون زر الوردة مثل ما انتبهنا انه انا عملت هيك، ونرجع ننضخها شوي لتشوفوا كيف انه اللون بيسحر او بينزل بتدرج لاسفل الاوراق. شايفين كيف؟ طبعا الاوراق الداخليه بالريشه ممكن ما يصل للون، لكن اثناء عمليه بخ المي وقت اللي بنشربها مي للاوراق بيوصل اللون. كده بهم الطرف او الاطراف تتلون لحالها اثناء التلوين، اللون بيتشرب لاسفل الورقه الداخليه يعني. شايفين كيف؟ مجرد انا ما عم حط على الطرف اللون كيف عم يمشي لحاله.
من النساء أصدقائي، تفاعلكم لهذا الفيديو يعني طرح فيديو طريقة مصنعة هاي الزهرة. لازم التفاعل، تفاعلكم يعني طرح فيديو طريقة مصنعة هاي الوردة الجوري، دعمكم لنا يعني على الألوان أو الأطراف الداخلية. تقريبا اللون صار عندنا يعني إلى حد ما إنه أخذت اللون المطلوب من لون الأورانج على لون الأحمر تقريبا. هلا هيك حأبدأ إدخال لون الأصفر. هلا اللون الأصفر بدنا ندخله توشيح يعني بشكل بسيط جدا جدا جدا، ما نزيد لأنه حيكون يعني تجميل يعني. عم ندخل لون أصفر مثل ما قلت لكم، بنمدد اللون بالمي هلا. الألوان أو الأطراف اللي أنا خففتها من لون الحمار عم ندخل عليها باللون الأصفر. طبعا درجة الأصفر حتكون يعني درجة فاتحة، ما كتير أوفر. شوفوا عم بجمع معنا هيك اللون حول قدر الامكان، بنمسحه هيك بخففه بهي الطريقه. تقريبا صارت عندنا جاهزة تقريبا وردتنا. هلا هيك بنكون خلصنا الزهرة. انا صحت هنا شوي على الاطراف اللون الاحمر او الناري. تمام، هيك صارت معنا جاهزة وردتنا لليوم. هي وردة الجوري بألوان الإكريليك. أصدقائي ما تنسوا، صارت هيك أنا معي الوردة. طبعا نقبل الطرف الآخر، بنشوف اللون الأوراق النهائية، بنشوف قلب الورقة كيف حيكون لونه، التدرج والتناغم باللون. ما ننسى انه بوسط الوردة لازم يكون، او في زر او لبة الوردة لازم يكون لون غامق. كل ما طلعنا لورا فتحنا اللون. هيك وصلنا لنهاية الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا معكم مدام غنى وقناة غنى ريبون ارت لتعليم فن التطريز بالشرائط. اصدقائي ما تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط على جرس الاشعار وضغط على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو، اكيد مشاركة الفيديو عند اصدقائكم. وما تنسوا كمان توضعوا تعليقاتكم بأسفل الفيديو.